تواصلت فعاليات المرحلة 26 من مبادرة كلنا واحد، والتي مدت وزارة الداخلية فعالياتها اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر ولمدة شهر تحت رعاية الرئيس السيسي. وسيتم التوسع إلى ما يقارب الضعف في عدد المنافذ المشاركة في المبادرة لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة. في إطار نجاحات مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية في تخفيف العباء عن كاهل المواطنين، قررت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة 26 من المبادرة اعتبارا من الأول من أكتوبر ولمدة شهر، بهدف توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وبجودة عالية. بفضل الله ثم بفضل الرئيس السيسي عايشين في أمان في وسط المؤامرات اللي حوالينا والظروف الاقتصادية الصعبة، لكن برضو في نفس الوقت عايشين الحمد لله في أمان والسلع متوفرة بأسعارها نقول عليها معقولة. المنتجات موجودة والمواد الغذائية موجودة متوفرة، نقدر نستخدمها نجيبها في أي وقت. هذه المرحلة من المبادرة تشهد مشاركة واسعة من كبرى السلاسل التجارية وأصحاب المصانع، حيث تشهد مشاركة 2212 منفذاً وأربع معارض رئيسية بمختلف المحافظات موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت لسهولة وصول المواطنين إليها والاستفادة من التخفيضات التي تصل نسبتها إلى 40% لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم من مختلف أنواع السلع التي تتوافر في المبادرة. أشكر طبعاً رئيس السيسي على المبادرة دي الموجودة في كل مكان في مصر، وفعلا فرقت بالنسبه للسعر وبالنسبه ان كل حاجه متوفره ومفيش حاجه مش موجوده يعني. والله احنا نتمنى ان هي تفضل على مدار السنه، برضو دي حاجه كويسه لينا. الاقي مبادره كلنا واحد بلاقيها في كذا مكان موجوده منتشره في كذا مكان، تمام. وانا طبعا بشكر الرئيس على حاجه زي دي ان هو موجود، ان هو بيوفر احتياجاتنا باسعار كويسه. مبادره جميله جدا من سياده الرئيس، فيها كل السلع متوفره الحمد لله. كلنا واحد دايما. إشادة كبيرة من المواطنين بهذه المبادرة التي تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، وبحرص وزارة الداخلية على استكمال ومد فعالياتها انطلاقا من دورها الإنساني والمجتمعي في دعم المواطنين. نشكر الرئيس على الأمن والأمان اللي احنا عايشين فيه، وان كل السلع موجودة وكل حاجة موجود، اللي انت عايزه بتلاقيه في اي وقت. ونشكر على المبادرات اللي هو بيعملها على طول دي، لان كل حاجة فعلا موجودة. احنا بنشكر الرئيس على اهتمامه بينا وبيهتم بالناس وبقصة الوسط الغلابة اللي زينا، وإحنا بنيجي المبادرة بنلاقيها أرخص من بره بحاجات كتيرة، وبنشتري من هنا على طول كل احتياجاتنا. وبالتزامن مع المبادرة وصلت منظومة أمان توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذاً ثابتاً ومتحركاً على مستوى الجمهورية موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. كلنا واحد دايماً مع بعضنا كده وبنستتبع. الله الله على المصريين لما يحبوها بجد. مبادرة كلنا واحد مبادرة اجتماعية تؤكد من خلالها وزارة الداخلية حرصها على دعم الأسر المصرية وتخفيف الأعباء عنهم في ظل المتغيرات الدولية والمحلية التي تؤثر على أسعار السلع.